صباح الخير على كل مشاهدينا اي لايف وشبكه ام تي ان في كل حته في الدنيا. صباح الخير يا مصريين، يوم جديد، يوم الجمعه 11/11/2011، وده يمكن يوم تاريخي ما بيتكررش كتير. ليه 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 بقى ليه اصلا؟ صباح الخير اولا مبدئيا يعني. صباح الخير يا شيف. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير يا اشرف طبعا. بس معلش، هو جاي بقى وريش حاجه كده، اسال السؤال ده، هو ليه 11/11/2011 يوم مهم على الفيسبوك وعلى الموبايل يعني مسجز 11/11؟ ايه بقى؟ في حاجه، في عيد انا مش فاهمه، في مثلا أنا ذكرى يعني انا مش عارفها، ايه بقى؟ بص، انا شايف، انا شخصيا اهميته بالنسبه لي ان هو تاريخ كده شكله حلو وارقامه كلها متكرره، بس هو يمكن في كلام كتير على انه في احتفال كان مفروض يقام في الهرم والحكومه طلعت لغت الاحتفال وقيل انه ما فيش اي احتفالات. يمكن ده من اخبارنا النهارده انه لا احتفالات، يعني فرضوا وزاره الداخليه اغلقت منطقه الاهرامات لمده 3 ايام لمنع حفل الماسونيه. ده منشط في اخبارنا، هنتكلم بالتفصيل عن الموضوع في اولى فقراتنا مع الصحافه النهارده، هتكون مع استاذ احمد سامي متولي الصحفي بالاهرام. طب هو ليه يا اشرف النهارده مهم؟ صباح الخير فادي. صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد زي ما قال فادي. 11/11/2011 ده بمناسبه ان احنا رجاله النهارده وحايد، يعني فاحنا النهارده ثلاثه مذيعين في البرنامج. بس دي مناسبه. الناس ما حصلتش بقى لها عمر. الناس بتبقى مبسوطه بان هي مثلا تبقى يوم جوازها تبقى ارقام مميزه، يقول لك مثلا النهارده ابني اتولد يوم 11/11/2011، يعني حاجات كده. انما غير كده مفيش الا بقى لو حصل النهارده حاجه يعني خارقه عن الـ الواقع، يعني ده موضوع تاني مثلا. حصل حاجه ثانيه. الله، النظريه برضو بتقول ان دي هتبقى يعني 11/11 و12/12/2012 دي هتبقى اخر سنين هيبقى فيها كده، يعني بعد كده مفيش 13/13/2013 ولا 14/14 ولا 15، هيبقى كده كتير. طيب انت نفسك اهو رد، بس هي يعني وجهه نظر يعني. بس هو يمكن على فكره برضو انه يمكن 2011 يا جماعه يعني لغايه دلوقتي يعني ما شاء الله احداثها كثيره جدا والدنيا والعه في كل حته في الدنيا ما شاء الله. سنه اللي هو ارحمينا 2011 كفايه كده علينا. عندنا فقرات متنوعه طبعا، من ضمنها طبعا المئويه بتاعت الزمالك امبارح واتلتيكو مدريد و4-1. كل سنه وانت طيب يا شريف. لا انا مش طيب. هو احنا ليه بعد اذنكم الاير بيس بس المفتوح، احنا ليه ما بنلعبش زي الناس اللي بتوع اوروبا دول؟ لا انت السؤال ده تساله بقى يعني بغض النظر عن الزمالك. طبعا الزمالك يعني فريق محترم هو والاهلي يعني المقاولين والشرطه يا كله، احنا ليه مش مستوانا ما بيوصلش للمستوى الاوروبي ده؟ اقول لك ليه يا اشرف. ببساطه لان انت زي ما احنا كان عندنا مشاكل في النظام قبل كده وسياسات خاطئه، فالرياضه برضو فيها مشاكل كتير جدا، واللعيب عشان تطلع لاعب كويس لازم من وهو صغير يبقى عندك مدارس نشء كثيره ترعى الرياضه. الناس في البرازيل بينزلوا ياخدوا اللعيبه من الشارع الاطفال وياخدوهم يمرنوا. العناصر الشابه يا اشرف هي دي المشكله، يعني مفيش عناصر جديده، ولا يبقى عندنا لعيب كويس بنفضل نستنفذه لحد ما في الاخر ما يقدرش يدي، ونرجع نقول ده انتهى وده ما بقاش كويس والنادي مستواه ضعف. صدقني انت تغذى على طول بعناصر الشباب. شريف الازمه دايما انه انت ما بتهتمش بالمواهب اللي عندك. الطفل المصري بيفضل اذكى طفل في العالم على فكره لغايه سن 6 سنوات، وبعد كده تفكيره بيتدهور. انا نروح لفاصل سريع بقى ونبتدي يومنا اللي مليان فقرات اللي احنا ما قلناهاش، بس احنا عموما عندنا فقرات جميله جدا، ويعني اعتقد ان حضراتكم لو تابعتوا البرنامج اكيد هتتابعوه طبعا، في فقرات مهمه جدا في اليوم النهارده. هنبتدي بفقره الصحافه وزميلنا فادي. يوم جميل، يوم رجالي بدون سيدات. تاريخ بداياتي اول حكايه دي. انا عامل لك يا اشرف عادي على فكره. نشوفكم بعد الفاصل. يلا.